لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. سيعود الشريم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا الشيخ سعد الغامدي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا المصحف المرتل للشيخ محمد صديق المنشاوي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
الأبصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الشيخ عبد الباسط. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وتوفنا مع الأبرار
ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ To the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing. Then protect us from the punishment of the fire. Our Lord, indeed, whoever you admit to the fire, you have disgraced him, and for the wrongdoers there are no helpers. Our Lord, indeed, we have heard a caller calling to faith, saying, Believe in your Lord, and we have believed. Our Lord, so forgive us our sins and remove from us our misdeeds and cause us to die with the righteous. Our Lord, and grant us what you promised us through your messengers and do not disgrace us on the day of resurrection. Indeed, you do not fail in your promise.